التكنولوجيا غيرت موازين القوى في حرب غزة، هذا ما خلصت له مجلة فورين أفيرز الأمريكية التي رأت أنها ساهمت بتقليص الفجوة من ناحية المزايا العسكرية بين إسرائيل وحركة حماس التي باتت تتصرف بطرق تحاكي العمليات العسكرية للدول، وباتت هزيمتها أمرا غاية في الصعوبة. المجلة أوضحت أن هجوم حماس في 7 من تشرين الأول قابله رد عنيف من إسرائيل التي شنت هجمات على غزة بهدف القضاء على الأجنحة السياسية والعسكرية لحماس، ومنذ ذلك الحين قتلت أكثر من 13,000 فلسطيني، كثير منهم من النساء والأطفال. وأشارت المجلة إلى أن المزايا العسكرية التي تتمتع بها إسرائيل تتضاءل أمام حماس التي أثبتت أنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل هزيمتها بالقوة العسكرية. كما أن التكنولوجيا مكنت حماس من شن هجمات متطورة ونشر الدعاية بقدر ما يستطيع جيش الاحتلال القيام به، كما ساعدت التكتيكات القديمة حماس مثل بناء مجموعة من الأنفاق تحت غزة على صد خصمها بقوة أكبر. وأوضحت المجلة أنه في هجوم 7 من تشرين الأول بدا أن مقاتلي حماس استخدموا البنادق الصينية والسوفيتية القديمة، لكنهم استخدموا إلى جانب ذلك بعض التكتيكات والتقنيات الجديدة نسبيا، إذ بدأت حماس هجومها بإطلاق 1,000 الصواريخ للتغلب على نظام الدفاع الصاروخي لتل أبيب. ووفقا للمجلة تقوم حماس بتصنيع بعض المتفجرات والصواريخ بنفسها من الأجزاء التجارية، وشهدت قدرتها على إنتاج الصواريخ تطوراً واضحاً حيث أطلقت 10 من طائرات الزواري المسيرة المتفجرة، كما استخدمت حماس طائرات مسيرة تجارية صغيرة لإسقاط قنابل يدوية على أبراج المراقبة للاحتلال وعلى الرشاشات التي يتم تشغيلها عن بعد. كذلك ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي حماس، وكان لها تأثير كبير على مجريات الحرب بحسب المجلة التي أكدت أن حماس باتت تقف على قدم المساواة مع إسرائيل في قدرتها على عرض الأحداث الخاصة بالحرب إن لم يكن أفضل منها كما يقول مراقبون.